يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا انتوا عارفين ان حياه النجوم دايما بتكون محط اهتمام كتير جدا من الناس، خاصه لو ارتبط بحد زي النجم الارجنتيني ومهاجم فريق او نادي برشلونه الاسباني ليونيل ميسي. طبعا يعني العالم كله بيهتم بكل اخباره. معنا خبر عنه بيقول ان ميسي يعني عمل حاجه ملفته جدا للنظر الحقيقه، بيلجا للنوم على نوع معين من المراتب او من الفراش بيوفر له حمايه ضد الفيروسات بشكل عام وضد فيروس كورونا على وجه التحديد. نجم برشلونه بيستخدم فراش اسمه فايرو كلين، وده يعني مرتبه بتقضي على الفيروسات بنسبه حوالي 99% في مده اقصاها 4 ساعات. النوع ده بيتم صناعته من قبل شركه اسمها تاك مون، وهي شركه اسبانيه شهيره، وبتكلف المرتبه الواحده بتتكلف حوالي 1200 دولار تقريبا، وبيتضمن نظام خاص بيدعى نظام للنوم. هو عباره عن ايه؟ عباره عن كتله اسفنج عاديه جدا، ولكنها محاطه بطبقه من القماش المكون من جسيمات تمت صناعتها بتقنيه النانو تكنولوجي دقيقه الصغر، وهي دي اللي يعني بتتولى مسؤوليه تدمير الفيروس وبتقضي عليه تماما زي ما قلت لكم في مده لا تتجاوز 4 ساعات. النوع ده من الفراش كمان بيعمل الى جانب القضاء على الميكروبات والفيروسات في بقى شغل لذيذ، يعني بيساعد مثلا ايه على عمل تدليك ناعم للقدمين، بيساعد على النعاس والنوم المريح. عقبال عندنا كده يا اختي لما ننام على مراتب بالشكل ده، دي مرتبه تنام عليها ده انا نام ومصحاها، تنام تنيمك على طول. انا مستعد اتوفى على المرتبه دي، عايز اقول. وعلى فكره ما اكتفاش بان هو جاب لنفسه مرتبه، لا انت عارفه ميسي برضو ايه، ايده فرطه وصاحب صاحبه، جاب طقم مراتب وزعهم على اهله في الارجنتين غير المراتب اللي هو محتفظ بيها لنفسه في اسبانيا. تفتكر العلم والتكنولوجي ممكن ياخدنا بعد كده ان يبقى في يعني تيجي تنام في سريرك المرتبه تنيمك على طول؟ لا احنا داخلين على مرحله ان احنا هنطير بقى واحنا نايمين، شغل عالي بيحصل على صعيد التقدم التكنولوجي الحقيقي. على فكره فعلا التكنولوجي ملهاش سقف، يمكن احنا دلوقتي بنهزر، يمكن الناس تقول ايه يا جماعه اللي بتقولوه ده، بس ممكن قدام العلم عمره ما ليه سقف، ممكن يبقى فيه قدامك بس احنا مش هنبقى موجودين. يعني يا بنتي اقول لك ايه، خلي بالك انا راجل عضبه كبيره، يعني انا ضعف عمرك مثلا، فانا حاضر مرحله ما قبل ثوره التكنولوجيا وحضرت ثوره التكنولوجيا. لا فرق هستيري على كل الاصعده الحقيقه. بصي وصلنا لفين؟ هو مساج وللقدمين وشغل عادي.